الفن اليمني غزير جدا ومتنوع، يكاد تنتقل من منطقة إلى أخرى مسافة نصف ساعة تلاقي هناك تنوع في الإيقاعات، في الألحان، في الخامات الصوتية، في طريقة الأداء لهذه الألحان، في الآلات المستخدمة. واليوم يواجه تحديات وصعوبات، من ضمنها قلة الفعاليات والنشاطات، أيضا قلة الدورات والتأهيل والتدريب. عزوف بعض الجيل الحديث من الشباب إلى فنون أخرى بسبب كثرة هذه الفنون الأخرى وقلة الفنون اليمنية. نحتاج أن نلتفت حول الفنون اليمنية والتنوع من خلال تعليم الجيل الحديث الشباب بموروثه، لأنه هو اللي قدامه الأيام الكثيرة. وأيضا يحتاج مننا الاهتمام بأرشفة هذه الفنون، يحتاج مننا تدريب، يحتاج مننا تقديم هذه الفنون بشكل حديث، بشكل متطور ينافس الفنون الأخرى، ويحتاج مننا كمية أكبر في عدد الإنتاجات، بحيث أنه نوعا ما نكتسح أو ندخل أو ننافس الفنون الأخرى. وحقيقة الفن اليمني يستحق أن يكون في المراتب الأولى من ضمن الفنون المتنوعة في شتى بقاع العالم.